يعتبر الفن التشكيلي من أهم الوسائل المؤثرة والقادرة على إظهار ما لدى المجتمع من ثقافات مختلفة. الفنانين وفي تنوع الأساليب الفنية سواء كان برسم الأكريليك أو بالزيت أو بتشكيل بالخامات. أنا أرسم هنا بالخيط المسامير، رسم بالخيط المسامير، نفس اللوحة هذه اسمه سيدي ولي العهد، فيها تقريبا أكثر من 700 مسمار. الرسمة هذه إن شاء الله شغالين عليها لايف الآن في المعرض. دمجت فيها هيبة وشموخة في طريقة الجلسة مع خلفية الصقر، بما أن الصقر برضو دليل على القوة والشموخ. أرسم بالنسكافيه. طبعاً بالنسبة للفكرة، أنا معلمة كنت أعاني من عملية الحرق، عندنا موضوع اللي هو أو درس لاستخدام آلة الحرق للطالبات، كان صعب على الطالبات التنفس والروائح اللي كانت يعني مرة تؤذي الطالبات، فحاولت على الخشب، حاولت أني أبحث عن فكرة قريبة تعطي نفس الموضوع اللي هو البعد لما تشوفه كأنه رسم بالحرق، وهي أساس النسكافيه. والله عندي لوحة كبيرة اللي هي شجرة الملك عبد العزيز، وصلت 200,000. بالنسبة لقصة الرسمة، رسمتها قبل تقريبا وفاة الملك عبد الله بسنة، كانت عبارة عن شجرة الملك عبد العزيز الجيل الأول والجيل الثاني.